مساء الخير، بحيي كل يلي اتصل فيي ليطمن عني، وبحيي كل يلي اهتم بموضوعي. للحقيقة صار في كتير أقاويل كيف انصبت بالمرض. للحقيقة أنا من أول ما بلشت كورونا وأنا محجور بالبيت، بس من بعد ما فتح البلد ورجعت الحياة شبه طبيعية رجعت تقريبا مارس حياتي الطبيعية، بس أكيد بحذر. بآخر لقاء ما بعرف من وين أصلا لقطت، إيه حضرت بيرثداي بمنطقة ما بتذكر المنطقة شو اسمها، فبقى حضرت بيرثداي بالجبل، بس كان أوبن إير، يعني كان بالهواء الطلق. ما بحس إنه لقطتها من هنيك. كمان رحت على اجتماع لإنتاج عمل فيلم سينمائي، واجتمعت أنا بالمنتج وطلعت بالسيارة، حسيت حالي كأني مشوب، ودورت الاي سي حسيت حالي كأني انشبقت، فما أخذت وعطيت. تاني نهار وعيت علي حرارة، بعد يومين دقيت للحكيم دكتور شليطة، قال لي ضروري تروح تعمل بي سي ار. رجعت دقيت لحكيمي دكتور حنا مطر، قال لي ضروري تعمل بي سي ار، ورحت عملت بي سي ار، وهيدي هي كانت النتيجه. صراحه ما بعرف من وين جتني الكورونا، بس لكل اللي عم بيقولوا انه انا كان معي خبر انه انا بوزيتيف وظهرت اليوم على الكنيسه، لا مش مزبوط. بحب صحيح انه انا امبارح عملت البي سي ار وقالوا لي الساعه 7 بنعطيك جواب، والساعة 7 ما عطوني جواب نهار السبت، واليوم كان عندي قديس عمته لبي بكنيسة بجة 40، وأنا من الأشخاص اللي بيعملوا واجبات وبسمعهم كل أحد قديس، فكنت بالقديس. بس ما في خوف لأنه أنا كنت أخذ كل الوقاية لازم، كنت حاطت الماسك على وجهي وما اختلطت بحدا من قرايبيني، فهذا الشيء ما بيدعي للخوف. بدي اتشكر كل اهالي ضيعتي، بدي اتشكر كل يلي اتصلوا فيي، ما رح اقدر سمي لانه كانوا كتار، وبقلكن بليز انتبهوا. هلا بحس حالي صار عندي رساله عن جد فعليه، لانه انا عم فوت بمرحله هلا ما بعرف لوين رح تخلص وكيف رح تخلص، بس كل اللي بحاجه لإله نكون تصلوا تأمنوا بالله في ليلة عيد مشار باليوم. وما بطلب شيء من حدا، ما بطلب شيء إلا من الله ومن مشار بال إنه تمرق أمي على خير.